جميعا. أيها الحضر الكريم، شكرا راشد بن علي الزرعي على التواصل. على البركة والتوفيق مشاهدينا متابعينا الأعزاء، نحييكم مرة أخرى مع انطلاقة أخرى وبداية الأشواط الرائعة وأشواط التحديات، أيضا الجوائز النقدية القيمة التي رصدت مع هذه الفترات المختلفة باختلاف الأشواط. أعود إلى المركز الأول وافتتاح الإذاعة، هنالك من يحلق بهذه القوة، مرموق مع المركز الأول، يا سلام، مرموق على الصدارة الأولى للسيد محمد بن راشد بن فري بن عتيق المهيري على المركز الأول. الدور دور المركز الثاني، المركز الثاني مكرم سالم بن خلفان بالسيف الكعبي على المركز الثاني والمركز الثالث. المركز الثالث هنالك منصح سعيد بن عبد الله بن ياعد الحميري على المركز الثالث. والدور دور المركز الرابع مشاهدينا متابعينا الاعزاء، هنالك وصول من شاهين للسيد سالم بن صالح بن صالح المري، وتدخل هنالك من الزاويه الاخرى من ضمن الاسماء الباحثه عن التحديات مزعل للسيد احمد بن خميس بن مغير الخيالي، ووصوله قوي، بينما هنالك التدخلات الواضحه بينما مياس الحمد بن علي بن حامد الوهيبي من يصل مع التحديات الرائعة والمميزة. والمركز الثامن الوصول أيضا من قبل الهباط للسيد سلطان بن حمد بخريبيش العويسي. وعلى المركز التاسع أيها الأخوة الكرام شعار بن غريب يتدخل بقوة الوابل محمد بن غريب بن راشد الكتبي. وعلى المركز العاشر هنالك علي بن خلفان الرفيس الكتبي اللي هو مرهي. هذه هي الأسماء، هذه هي الشعارات للجعادين، هذه هي الجعادين اللي جاية تنطلق باحثة عن التحدي وعن الفوز في هذه الانطلاقة المسائية. أعود إلى المركز الأول وإلى الكادر الخاص في قناة أبو ظبي الرياضية، القناة المتابعة دائما لكل الأحداث، بينما صدارة الشوط وانطلاقة رائعة من مصح سعيد بن عبد الله بن ياعد الحميري. كفو يا الحميري، انطلاقة وانتقال سريعة وتغيير سريع على مقدمة هذا الشوط الرائع والمهم. المركز الثاني مكرم سالم بن خلفان بن سعيد الكعبي على المركز الثاني. أرى شعار الرمز، أرى شعار القوة هنالك حاضر مع مياس حمد بن علي بن حامد الوهيبي، ووصول ايضا وانطلاقه من قبل مرموق محمد بن راشد المهيري على المركز الثالث الان، والوصول القوي. الله الله، الاهباب، وصل الاهباب سلطان بن حمد بن خريبيش العويسي وانطلق من السادس الى المركز الاول، بينما المركز السابع والضغوطات الواضحه هنالك مزعل احمد بن خميس المغير الخيالي. ومن الجهة الأخرى الوصول أيضا من الوابل محمد بن غريب الكتبي، ووصول أيضا هنالك من مري علي بن خلفان الرفيسة الكتبي على المركز الآن الثامن. الدور المركز التاسع سعيد بن عبد الله هنا يصل الحميري. وعلى المركز العاشر مشاهدينا متابعينا الأعزاء، الأسماء القادمة بكل قوة، هنالك مبلش محمد بن عوض بن محمد المزروعي محمد بن ميا يأخرني إلى المجموعة الأخرى مع القوة ومع الانطلاق القوي. يا سلام، أعود هنالك إلى المركز العاشر، أول إذاعة لسرمد محمد بن أحمد الخيالي مع سرمد. أعود إلى المركز الأول ونقطة هنالك يا بن ميا، يا سلام، زميلنا الذي يرافقنا دائما وابدا في عربة النقل له جزيل الشكر. المركز الأول والانطلاق الواضح هنالك، يا سلام يا سلام يا العويسي، يا سلام يا بن خريبيش، هنالك الهباب، انت اخترت اسم كبير، لا بد ان تحافظ على هذا الاسم، اسم الهباب وجماهير الهباب ومفاجآت الهباب ها هنا حاضرة في هذا المساء المميز. الهباب على المركز الاول، وتعود ملكية الهباب سلطان بن حمد بن خريبيش الوهيبي 1500 متر. المركز الثاني مرهم مرهي علي بن خلفان بن رفيسة الكتبي على المركز الان الثاني. الدور المركز الثالث، يا سلام، تحرك الوابل محمد بن غريب بن راشد الكتبي على المركز الثالث، ولكن الخطورة قادمة مع المركز الرابع سرمد محمد بن احمد الخيالي.
وصول من مسكت علي بن مبارك بسيف الاكتبي، يصل مسكت في هذه اللحظات الجميلة والرائعة، وهنالك تدخل قوي من قبل هملول جابر بساري بن بلوش المزروعي، ووصول ايضا من شعار الفيصل حمد بن بخيت بن علي البريدي المري وعلى المركز العاشر، هنالك الوصول من مجد ناصر بن عبد الله بسعيد بن فارس الدرعي. الكيلو المتر النهائي، الكيلو المتر النهائي، يا سلام يا سلام يا سلام يا مسكت، انطلق مسكت ايها الاخوه، مشاهدينا متابعينا مستمعينا حضورنا الكريم المشرف والمتشرف بهذا اللقاء دائما وابدا في ميدان الوثبه، المركز الاول مسكت علي بن مبارك بن سيف الاكتبي، دور المركز الثاني الفيصل البطل القادم الضيف العزيز حمد بن بخيت بن علي البريدي المري، بينما الخطوره اهالي المفاجات وصلوا في هذه اللحظات الجميلة هو الرائع سرمد محمد بن احمد بن مطر الخيالي على المركز الان الثالث، الدور المركز الرابع، هنالك القوة واضحة من قبل هملول جابر بساري بن بلوش المزروعي، وصول من مبلش محمد بن عوض بن محمد المزروعي على المركز الان الخامس وعلى المركز السادس، المركز السادس اعود الى المقدمه، اعود الى القوه، اعود الى الانطلاق، يا سلام يا سلام يا مسكت، يا سلام يا سلام، انطلق مسكت، انطلق مسكت، يا سلامي عليك، فعلا فعلا اسم على مسمى، اسم على مسمى، علي بن مبارك بسيف الاكتبي، سلام يا الاكتبي، سلام سلام بالورد، سلام سلام يا ابو مبارك على هذا الفوز، هذا هو مسكت، مسكت مع الناموس، مسكت مع الناموس، الناموس الاكتبي، سلام علي بن مبارك بسيف الاكتبي مع التحيه ومع الخوه ومع الانطلاق. المركز الثاني مشاهدينا الاعزاء، هنالك الوصول ايضا من سرمد محمد بن احمد الخيري للمركز الثالث، ببلش محمد بن عوض بن محمد المزروعي على المركز الثالث، والمركز الرابع الوصول القوي، هنالك الوصول ايضا من هملول جابر بساري المزروعي، والمركز الخامس حتى العاشر احيلها الى لجنه التحكيم. هكذا مشاهدينا متابعينا الاعزاء، متابعي قنوات ابو ظبي الناقله لهذه البطوله الاولى في ميدان الوثبه في هذا المساء الاستثنائي لسن اللقايه، راينا القوه وراينا مسكت وراينا الابداع، كفو يا الكتبي كفو، سلام 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 بالورد لمالك ومسكت وجماهير مسكت الذي وصل بقوه 7:33 وخمسه اجزاء من الثواني علي بن مبارك بسيف الاكتبي، بينما الدور المركز الثاني والتوقيت الزمني، هنالك حضور قوي كان لسرمد، والتهنئه الكبيره للسيد محمد بن احمد الخيلي على هذا الفوز، وتوقيت الزمني 7:38 وفاء وتماما وكمالا، بينما الدور المركز الثالث فكان مبلش وحضور قوي لمالك مبلش مع هذا المساء الرائع والمميز محمد بن عوض بن محمد المزروعي، وتوقيته الزمني مشاهدينا متابعينا الاعزاء 7:39 و6 اجزاء من الثواني، تهانينا